يضم الكلاسيكو الإسباني هذا الموسم نجما جديدا، نيمار دا سيلفا، الذي لا يريد إضاعة أكبر لقاء كروي في العالم. هذا اللقاء الذي ضم نجوما كبار على مدار السنين السابقة. بعد بدايته الناجحة مع نادي سانتوس، حان الوقت لينتقل البرازيلي إلى أوروبا، حيث ينتظر العالم رؤية انضمامه إلى أفضل نادي في العالم بلا منازع. الإخلاص الذي يكنه اللاعب نيمار لميسي ليس بجديد، فلم يستطع اللاعب البرازيلي إخفاء حبه للبرغوث الأرجنتيني أو لنادي برشلونة. الجميع يحب طريقة لعب برشلونة، وإن أردت لعب كرة القدم عليها أن تكون نابعة من داخلك، ولهذا أردت القدوم إلى برشلونة. أشعر بالسعادة هنا وأريد صناعة التاريخ مع هذا النادي. استطاع نيمار تسجيل 138 هدفا في أكثر من 200 مباراة لعبها مع نادي سانتوس، بالإضافة إلى أنه عاصر 7 مدربين في 4 مواسم وفاز ببطولة دوري باوليستا 3 مرات، ودائما ما كان يعتمد على دعم أبيه. ولد نيمار في مدينة موغيداس، ولطالما كان أبوه مشجعه الأول، ودائما ما يقدم له النصيحة. تزامنت طفولته بتواجد يوهان كرويف مع برشلونة، وحينما كان فريق الأحلام في قمة إنجازاته بدأت موهبة نيمار بالظهور، وظهرت بصمته الكبرى في كرة القدم عندما كان مع ناديه السابق سانتوس، النادي الذي له أثر كبير في صقل أغلب المواهب البرازيلية. نيمار لاعب مهاري جدا، وباستطاعته التحكم بالكرة بشكل مذهل، فهو يذكرنا بنجوم البرازيل السابقين مثل روماريو وريفالدو ورونالدينيو، ولربما ما تزال لديه الفرصة كي يكون مثلهم، وبالفعل فقد جلبته موهبته الفذة إلى أفضل الدوريات في العالم. ولكن نيمار أكثر من مجرد لاعب رائع، فهو آلة دعائية ونجم إعلامي، وبإمكانك مقارنته بنجوم الغناء. نجم برشلونة الجديد زاد من شهرة النادي في وسائل الإعلام. إنه من الفخر ارتداء قميص برشلونة، والعديد من النجوم الكبار من قبلي ارتدوا هذا القميص، واليوم أنا أشكل جزءا من تاريخ برشلونة. إنه شعور رائع، فقد كان حلمي وأنا صغير وها هو يتحقق. ها هو الدوري الإسباني مجددا يمتلك نجما آخر، الذي يأمل أن يسطع مع واحد من أفضل الأندية بالعالم. يبحث لاعب سانتوس السابق على النجاح في الليغا الإسبانية، ويعلم تماما ما يريد فعله. أن أصنع التاريخ مع نادي برشلونة وتحقيق أكثر عدد من الألقاب.